ينضم إلينا سفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة. أهلا بك سعادة السفير. تهديد وترهيب وإخضاع، هذه سلوكيات إسرائيل التي مورست ليس فقط على مدار هذا العام الذي شنت فيه حربا شعواء على قطاع غزة، إنما على مدار عقود. السؤال، هل مارست أي دولة في تاريخ الأمم المتحدة منذ أن أنشئت هذا السلوك، أم أن فقط هذا الأمر يتعلق بإسرائيل وقادتها وسياساتها وأجهزتها الأمنية؟ تحياتي لكم وللسيدات والسادة المتابعين. حقيقة الجواب أنه لا، إسرائيل ترتكب أبشع جريمة في التاريخ، جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أبشع جريمة منذ منتصف القرن الماضي. إلى الآن تمارس إسرائيل هذه الجريمة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وليس غريبا عليها أن تقوم بإرهاب الدولة المنظم، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة والإقليم بشكل عام، ولكن ضد المؤسسات والشخصيات الدولية والمؤسسات القانونية وبما فيها لجان التحقيق وغيرها من المؤسسات الأممية التي تعتمد بالقانون الدولي، الذي بطبيعة الحال القانون الدولي هو الذي تخالفه إسرائيل وتقف ضده هي وجزء من أحلافها الذين ما زالوا يمنحوها الحصانة من العقاب على جرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وضد القيادات الأممية. لا يوجد أحد في التاريخ يمارس هذه الجريمة كما تمارسها إسرائيل وقادتها. والدافع الذي يمهد لها الطريق وراء هذا الأمر، هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أم أن الأمر فقط سياسة إسرائيلية، طالما أن هناك لن يكون عقاب عليها إذا ما مارست أي أمر، حتى إذا وصل بالتهديد المباشر لممثلي الأمم المتحدة على كافة المستويات، حتى وصل الأمر إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بنفسه وقالوا بأنه شخص غير مرحب به وغير مرغوب؟ نعم، هذه سياسات إسرائيلية ممنهجة، سياسات تشجعها الجيش الأمريكي، يشجعها السياسة والمعايير المزدوجة التي يطبقها بعض قادة العالم مع إسرائيل. إسرائيل تتعامل كدولة فوق القانون، الطفلة المدللة لبعض الدول الغربية التي ما زالت تمنح إسرائيل حصارا من العقاب، ليجعل منها أن تهجم على أكبر مؤسسة أممية ساهمت هذه المؤسسة حقيقة في تأسيس إسرائيل، ولكن مع ذلك إسرائيل تهجم على هذه المؤسسة تارة تقول أنها تريد أن تدمر مبنى الأمم المتحدة في نيويورك وفي كل دول العالم، ساعة تهدد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والآن تهدد بأهم شخصية أممية وهو أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتمارس الإرهاب المنظم ضده وضد قيادات العالم، كل من يقف مع القانون الدولي لأن إسرائيل تنتهكه، تحاول أن يعني إما أن تشوه سمعة هذا القيادي أو أن تحاول أن تبتز وتمارس البلطجة على قيادات العالم وعلى المنظومة الدولية بشكل عام. ومن أسف الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تساعد بل وتتوافق في بعض الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني كجريمة الإبادة الجماعية التي تتوافق فيها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إرسال السلاح وإرسال كل العتاد ضد الشعب الفلسطيني وضد حقوقه بشكل عام عندما تقف في الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن وتساهم في منع الدول من أن تقوم بالتصويت لصالح القرارات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان ووقف سلال الدم الذي تمارسه إسرائيل بكفاءة عالية بسبب أنها مجرمة حرب ومجرمة بالإنسانية والآن تمارس جريمة الإبادة الجماعية. إذن سعادة السفير، ما الفائدة من هذه المنظمات الدولية؟ ما الفائدة من هذه القوانين الدولية إذا لم تستطع أن تخضع دولة إلى بنودها وإلى سياساتها وإلى قراراتها؟ يعني في الواقع أن إسرائيل تريد منا أن نعتقد أنه لا فائدة من هذه المؤسسات ومن هذه القوانين ومن هذه التحركات الدولية، ولكن إسرائيل أستطيع أن أقول أنها تخشى هي وأحلافها هذه المؤسسات الدولية، لأنها تكشف هذه المؤسسات أمام جمهورها وأمام الشارع الذي هب في كل العالم من أجل أن يقف
حقوق الشعب الفلسطيني، المظاهرات التي المتواجدة في عواصم الدول التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، القرارات التي صدرت عن هذه المنظومة الدولية. إسرائيل اليوم مملوكة هذه الحصائم العقاب، ولكن هذا لن يستمر طويلا، لأنه عديد من الدول بدأت تفهم هذه المعادلة وبدأت تأخذ خطوات عملية من أجل معاقبة إسرائيل على ما ترتكبه. هناك دول قطعت علاقتها بإسرائيل، هناك دول بدأت توقفت عن إرسال السلاح إلى إسرائيل، وبعض الدول بدأت تقطع علاقتها الاقتصادية مع منظومة الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة. لا، إسرائيل تريد منا أن نفقد الأمل بهذه المنظومة الدولية. نحن نريد لهذه المنظومة الدولية أن تتعزز وأن تقوم بكل ما عليها من واجبات، ولن نتركها هكذا عرضة للهجوم الإسرائيلي وهجوم بعض أخلافها عليها. الخطوات التي تتحدث عنها سعادة السفير هي خطوات جيدة، لم تكن لتكون موجودة لولا هذه الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة. لكن السؤال، هذه العقوبات أو حتى الخطوات التي اتخذت منها الاعتراف بدولة فلسطين لم تمنع إسرائيل من وقف هذه الحرب، بل تتمدد من حرب إلى حرب أخرى، من أرض إلى أرض أخرى، تنتهك الحرمات وتنتهك سيادات الدول. إسرائيل تعتقد أنها في ربع الساعة الأخيرة، وهي الآن تنفض أنفاسها. أنا في وجهة نظري كونها دولة مارسة خارجة عن القانون الدولي، المجتمع الدولي الآن بدأ يتجيش باتجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. إسرائيل الآن تحاول أن تكسب الوقت في المزيد من الدماء، وأعتقد أن المجتمع الدولي بدأ ينضج باتجاه معاقبة إسرائيل. فهي أن إسرائيل تريدنا أن نشعر بأنها محمية من العقاب، وأنها تستطيع أن تقتل الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية كما يحصل الآن مع الأشقاء في لبنان وغيرها في المنطقة. أعتقد أنها ستفلت من العقاب، ونحن نقول لا، لن تفلت من العقاب، وأن سيكون هناك عقاب على هذه المنظومة. إسرائيل تحاول أن تمعن بقتلها على أمل أنها تستطيع أن تنجز مشروع الاستعمار الكبير في إبادة الشعب الفلسطيني أو ترحيله فصلا. وهذا ما هي الخطوط الحمراء التي واجهتها جميع الدول بما فيها الشقيقة مصر والشقيقة الأردن وعديد من الدول الأوروبية والدولية التي تواجه هذه المنظومة. أشكرك سعادة السفير. إذا اعتدت إسرائيل على أحد فهي تدافع عن نفسها، أما إذا اعتدى عليها أحد فهي تتعرض إلى الإبادة، وأيضا هناك اتهام جاهز وهي معادلة السامية كما اتهموا به العديد من المسؤولين الأمميين. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك.